اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في اولى حلقات برنامجنا جوه البيت. قبل ما ادخل في موضوع حلقتنا النهارده خلونا نرحب بزميلتي. ازيك يا رني؟ ازيك يا ندى؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام الحمد لله. موضوع حلقتنا النهارده عن الطب البديل. الطب البديل هو طب لا يتم تعليمه ضمن الطب التقليدي بل يقوم على اساس تاريخي قديم وتجارب مختلفه في العلاج. هنتعرف النهارده على نوع من انواع الطب البديل، وهنتعرف على الحجامه بوجه عام، وهنتعرف ايه فوائد الحجامه. وعشان نتعرف على كل ده واكتر هنتعرف عليه من خلال ضيفتنا مدام تحية سعيد خبيرة الطب البديل. انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل في برنامجنا جوه البيت، ومعانا ضيفتنا اللي منورانا دكتوره تحيه سعيد خبيره الطب البديل اللي هتعرفنا يعني ايه حجامه وبتتعمل ازاي وايه فوائدها. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. نورتينا. اهلا وسهلا. اهلا. اولا انا عايزه ارحب بحضرتك جدا واقول لك ان انا سعيده جدا بوجودك، لان حضرتك اكبر دليل ان الست المصريه تقدر تنجح في اي مكان وباي طريقه، سواء بره البيت او جوه البيت. وعشان برنامجنا جوه البيت فانت قدرتي تنجحي جوه البيت، وقدرتي ان انت تكوني سبب، ربنا يعني جعلك سبب تكوني شفاء لناس كتير باذن الله. احنا نسمع ان الحجامه هي ليها اصول من القران والسنه، وان الرسول عليه الصلاه والسلام يعني اوصى بيها وقال ان فيها شفاء. انا عايز اعرف هل اتجاهك نحو الحجامه هو سببه ديني ام ان عن قناعه منك؟ وهل يا ترى فعلا في دلائل لفوائد الحجامه من القران والسنه؟ اكيد طبعا. طب حضرتك عرفينا كده ايه اللي عرفتيه وايه اللي درستيه؟ اولا الحجامه مش محتاجه دلائل، لان هي من الطب البديل القديم اللي كانوا بيمارسوه القدماء المصريين. وطبعا ذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالحجامه منذ 2000 عام، وفي أحاديث بتدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بيها. والحجامة ليست فحسب تراث نبوي شريف، بل لكونها عالجت كثير من الأمراض التي لا يستطيع الطب الحديث علاجها، استنادا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما تداويتم به شرطة محجم واللهم صل على سيدنا محمد والقسط البحري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث: شرطة محجم وشربة عسل وكي تنار، ولا أحب أن أرتوي. فالحجامة أفضل من الكي، وأفضل في حاجات كثيرة جدا الرسول صلى الله عليه وسلم حس بيها ونبهنا ليها، وفي اشياء كتير جدا دلائل على كده بالحجامه. هل حضرتك بتعتبري ان الحجامه بما ان احنا بنسميها الطب البديل، هل هي بتعتبريها بديل للطب ولا هي حاجه بتكمل دور الطب؟ يعني هل في مثلا حالات عجز الاطباء عن علاجها، المرضى بتوعك راحوا للاطباء وما وصلوش للنتيجه، لما جم لحضرتك فعلا وصلوا للنتيجه؟ اولا الطب الحديث شيء طبعا لا يستغنى عنه اكيد. ثانيا الحجامه بتعالج امراض فعلا ما لهاش الطب الحديث. طب ممكن كده تقول لنا يعني ايه حجامه اصلا؟ الحجامه اصلا عباره عن كاسات وعباره عن حجام بيقوم بعمل الحجامه. الكاسات دي طبعا بتكون للمريض فقط، بترمى بعدها العدة أو بيكون بنفس العدة اللي هو استعملها، فما ينفعش أعمل يعني استعمال شخص واحد بس الأجهزة، ما ينفعش استعمال واحد تاني فقط، ما ينفعش إن أنا أعمل لحد تاني. دي حاجة. الحاجة التانية ليها شروط قبل وشروط بعد. طبعا زي إيه طيب؟ زي مثلا قبل عمل الحجامة بالنسبة للمريض بيكون قبلها في صيام 3 ساعات أو ساعتين، بيكون طبعا ان هو مهيئ للحجامه، لا ضغط منخفض ولا ضغط عالي علشان ما يسببش ليه اعراض.
طبعا الانسان اللي هيعمل الحجامه في حاجه اسمها سيوله في الدم، لازم اشوف تحليل السيوله في الدم، لازم ما يكونش في نزيف حاد، الا اذا كان في نزيف حاد بالنسبه للنساء فبنقوم بعمل الحجامه الجافه. دي الحالات اللي ما ينفعش نعمل فيها لا حاجة. احنا بنعمل لو انا مثلا عندي نزيف حاد فبعمل الحجامه الهوائيه اللي هي الكاسات الهواء اللي هي الجافه دي، بتوقف النزيف مباشره. هو ايه المقصود بالحجامه الجافه، او ايه الفرق بينها وبين النوع الثاني من الحجامة؟ الفرق بين الحجامه اللي هي الدمويه او الحجامه اللي هي العاديه اللي هي فيها تشريط. أوكي. الحجامه الجافه اللي هي كاسات هواء بدون تشريط ولا بدون اجراء دم. طب ممكن تعرفينا برضو التشريط عشان في ناس مش عارفه يعني التشريط؟ ماشي، احنا نشرح مع بعض كده ان شاء الله. اولا بالنسبه هو عامه التشريط ده يا جماعه حاجه يعتبر تخريج الدم، حاجه خفيفه جدا لا تزيد عن سنتي، وفي نفس الوقت ما يكونش فيه عمق في التشريط، وبيكون التشريط اول طبقه من الجلد بس مش اكتر. واحنا كمان قبل كده بنعمل كاسات هوائيه بحيث ان المكان بيبقى مش محتاج اللي بينج او حاجه. تمام. فما بيحسش بالتشريط. ده بالنسبه للتشريط. تمام. بالنسبه لبدايه عموما قبل ما تبتدي ما بتديش بينج؟ لا ما بديش بينج، لان انا بخدر المكان يعني بطريقه معني الحجامه. تمام. اما بالنسبه للاطفال اللي هم اقل من سن 10 سنين فبيتوضع لهم بينج. يعني هي كمان بتعمل للاطفال؟ بتتعمل للاطفال اقل من 10 سنين واقل من 8 سنين، يعني ما لها سن معين. ما بعد ال 12 سنه بيكون طبعا ليهم ما يعملوش بنج او كده، يعني ده الطبيعي، يعني لان البنج احيانا بيتوقف الدم عن نزول الدم اللي هو الدم طبعا اللي هو ملوش لازمه في الجسم، او الدم اللي هو يعني سموم في الجسم. يعني هي فكره الكاسات انها تسحب كميه دم الى المنطقه بتاعه الكاسات. لا احنا هنبدا نزيد من يعني تدفق الدم في هذه المنطقه، صح كده؟ لا احنا بنبدا بكاسات هوائيه. تمام. وبعد كده بنشرط، بنعمل مثلا 3 دقائق للكاسات الهوائيه، بعد كده بنشرط، وبعد كده بنرجع تاني نعمل كاسات، فبيخرج الدم متجلط او حسب المريض نفسه. تمام. يعني في مريض صداع. طب هقاطعكم، معانا اتصال. اتفضلي. الو الو، اتفضلي، اسم حضرتك ايه؟ انا هند. الو، انا اسمي هند. ازيك؟ الحمد لله في نعمه، انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. الحمد لله. انا حبيت اتكلم بس عشان انا كنت مريضه، كانت رجلي وجعاني، وكنت عندي نفسيتي تعبانه شويه وكنت محسوده، فحد نصحني يعني بالدكتوره فرحت لها وكده، فبفضل الله والله بمجرد ما عملتها يعني نفسيتي اولا اتحسنت. اما عملت بتاعه النفسيه وبتاعه الحسد، هي قالت لي وانا بعملها ان انا محسوده يعني. ده من ويعني بقيتي كويسه من اول جلسه ولا احتجتي اكتر من جلسه؟ انا احتجت اكتر من جلسه، بس هي من اول جلسه انا عملتها بصراحه حسيت براحه نفسيه. حسيتي بتحسن يعني؟ حسيت والله، وهي يعني بعد ما عملت الجلسه مباشره انا حسيت براحه نفسيه. تمام. يعني دي اول حاجه ساعه حجامه الحسد، ونصحتني بعدها بسوره البقره وكذا حاجه تانية التزمت بيها. تمام. ودلوقتي يعني الدنيا معاكي احسن بفضل الله؟ والله. وعملت بقى حجامه للخشونه في الركبه. والله بمجرد ما عملتها حسيت بخفه في رجلي بطريقه رهيبه، اللهم بارك. الحمد لله. فانا بشكرها والله يعني من خلال البرنامج بتاعكم، والله ربنا يبارك لك ويجعل في ميزان حسناتك والله. شكرا لحضرتك. شكرا. حجامة الحسد بقى حضرتك مثلا بتستعيني بآيات قرآنية أثناء عمل الحجامة؟ والله ده موضوع تاني لو عايزين نتحدث فيه. ماشي، ما فيش مشكلة. طب خلينا نشوف. لفت نظري فكرة حجامة الحسد، فكنت عايزة في حجامة للسحر وفي حجامة. طيب حضرتك اتفضلي ورينا وقولي لنا قصة. احنا بنبدأ طبعا اللي هو الحجام بيتعقم بأي مادة تعقيم وبيلبس الجوانتات دي. في أمراض معينة زي السكر، زي أمراض الكبد المبتدئة، ألبس اتنين. بعد كده عدة المريض بتكون بنفس المنظر ده، ما استعملتش. كلمني.
يعني بتبقى آمنة تماما وبيبقى المريض طبعاً متأكد ان الحاجة دي شخصية جدا، والأفضل ان المريض يشوفها علشان نفسيا ومعقمة وتخصه هو فقط لا شيء، بتفتحيها قدامه بحيث يكون مطمن تماما. أيوة دي اكيد. وانا شايفة حضرتك ملتزمة بالجوانتي والحاجة بتتفتح قدامه لازم اطمن المريض وما خوفوش وابسط له. يعني انا كان عندي مريضة من ضمن الخوف، من كتر الخوف والله جربت على نفسي قبل كده بسبب انها بس ايه تكون امنه. دي بالنسبه ده جهاز المسدس، طبعا كل كاس هنا ليه حاجات معينه. الحاجات دي بنستخدمها لالام الظهر والغضاريف. هي مصنوعه من ماده معينه ولا من ماده ازاز؟ ازاز. وكان كمان في قبل كده يعني زجاج صافي مش دي. انا كنت كمان اسمع ان في نوع بيبقى عامل زي السيليكون كده شويه بحيث يقدر يحركه. العده اللي حضرتك بتشتغلي بيها. تمام. بنعمل الزر كده بتاع الحجامه وبنثبت بقى، نشوف الموضع سواء موضع للصداع، موضع للغضروف، موضع للخشونه، وبنشفط الاول كده بيتجمع الالم 5 دقائق وبيعمل علامه دائريه. بعد كده بننزع الكاس ونحطه مره تانية بعد التشريط. التشريط بيكون حوالين الدايره بتاعه الكاس مقدار 10 او 15، ونراعي جدا ان المريض ما يكونش فيه سيوله. سيوله في الدم لان الدم لو انا نسيت طبعا. لو انا نسيت اقول له هات التحليل السيوله، او هو نسي حاجه زي دي، تدفق الدم لو انا وبشرط والدم خرج مني بتدفق يبقى اعرف ان كده المريض مريض سيوله. بنكمل الحجامه، بننزع طبعا بيكون قطن تحت الكاس بيتشال. طبعا ايدي ما بتطولش، الجوانتي ده ما بيطولش الدم. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه بننزع وبنكمل، لو الدم متجلط بنحط الكاس مره واثنين وثلاثه وهكذا. مريض الجيوب الانفيه بيكون نفس القصه. مريض الصداع هو كل مرض وليه مكان معين. كل مرض وليه مكان معين في الجسم. انا كده جايه لك عشان انا الجيوب الانفيه. لا انا عندي والله الجيوب الانفيه كتير جدا، انا لازم اجي اجرب موضوع الجيوب الانفيه. 70% جيوب انفيه حجامه عندي. تمام. معانا تليفون تاني معلش. اتفضلي. الو الو استاذ احمد. الو الو انا معاكي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك وفي البرنامج الجميل بتاعكم. انا كنت عايز اسال على علاج الدوار الساخن، هل الحجامه تنفع فيه؟ والسؤال الثاني في علاج، هل في حجامه اسمها تخنيس القرين، يعني تخلي القرين يخنس يعني تهدره القرين؟ وهل في علاج بالنسبه للحجامه حته مشوار لتاخر الانجاب والحاجات دي؟ حضرتك سمعتي؟ طب ولا نخليه يقول؟ هو بيسأل عن دور الحجامة في قصة القرين. لا والدوالي الأول سأل على الدوالي وبعدين الدوالي طبعا حاجة على حاجة جميلة جدا. الدوالي بتتعالج من الحجامة، وناس كتير لجأت للعمليات وقولي يعني بنفس المنظر كده بعالجهم، ممكن يكون سامعني برضو. بالنسبة للقرين احنا بنعمل العلاج اللي هو الحالات النفسية. تمام. اما كون ان انا هعمل حاجه محدده القرين او غيره فده طبعا يعني في تاني اخصائيين للحاجات دي. تمام. بس في الاخصائي او الشيخ اللي بيقرا بيقول له اعمل الحجامه، لان الحجامه بتطرد الجن. تمام. فلو هو محتاج للحجامه فبيعمل الحجامه، محتاجش ممكن يكتفي بالقران الكريم. هل حضرتك احيانا طب معلش معانا تليفون. اوكي. الو 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 تقريبا الخط قطع. كملي. هل حضرتك احيانا حاولي اتصل مره ثانيه؟ طيب هل حضرتك احيانا بتحتاجي تستشيري الطبيب او ترجعي له مثلا تبعتي له جواب تتاكدي منه اذا كان صحه المريض تناسب الحجامه، ولا هل ده بيبقى عندك في الدراسه بتاعتك؟ انت دارسه طبعا حجامه. حضرتك قلنا برضو ايه الدراسه بتاعتك؟ هي مش هوايه، انا اقصد الحالات اللي تصلح للحجامه والحالات التي لا تصلح. هل احيانا بتراسلي طبيب للتاكد اذا كان هو اصلا كان بيتابع مع طبيب، ولا حضرتك بتعرفي تشخصي الحاله من اولها؟ والله هو بالنسبه لحالات العقم بضطر ان في تحاليل لازم تتعمل للزوج والزوجه علشان اعرف هل منها، لو منها بعالجها بالحجامه.
أوكي. ده بالنسبه لاستشاره الطبيب، دي حاجه. الحاجه الثانيه الحجامه دراسه، ما ينفعش اي حد يقول عايز اعمل حجامه، لازم تكون دراسه وخبره وممارسه. حضرتك درستي؟ اكيد طبعا. في اماكن معينه ل وعندي شهاده خبره وعندي كارنيه اطباء. هو حاليا معانا الشهاده تظهر على بفضل الله. هو حاليا الطب البديل بقى جزء دلوقتي فرض نفسه حتى في كليه الطب. البلاد الغربيه اصلا المانيا وفرنسا وامريكا وكوريا بيعالج بالحجامه. هجوم احيانا أيوة من بعض الاطباء البشريين ومن بعض الناس. هل حد قبل كده يعني هاجمك بان ده نوع من انواع الدجل او نوع من انواع الخرافات؟ هاجمني وجربت فيه والحمد لله نجح، وكان بيجي لي عايز كل بالدليل القاطع ان هو ده فعلا بالظبط. كان مريض عصب سابق. معانا تليفون تاني. فضل. ام فاطمه. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اتفضلي اكلم الدكتوره؟ اتفضلي معاكي. ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي معاكي. انا معاكي. اتفضلي. الصوت بعيد عنها. طب حاولي الاتصال بينا مره تانية. تمام. نرجع لاسئلتنا. اتفضلي. طب انت شرحت لنا الحجامه الجافه صح؟ بالظبط. وقلنا في الجافه وفي الهوائيه وفي الدمويه وفي المتزحلق. الايه؟ المتزحلق. يعني ايه؟ هما ثلاث انواع. النوع الجاف اللي هو بعمله كؤوس هواء، وده ما ينفعش لمريض اللي مركب دعامه في القلب، ولا ينفع لمريض السيوله او اللي عنده انيميا حاده او نزيف حاد. بس نزيف حاد ينفع له الحجامه الهوائيه لانها بتوقف النزيف في الحاد. تمام. اما الحجامه اللي هي الدمويه اللي هي بتكون ناتجه عن التشريط لاخراج الدم. الحجامه المتزحلقه اللي هي بتكون بنفس الكؤوس، بس بيكون ايه كمجرى كده على اماكن الالم، لان في ناس كبار في السن ما بينفع لهمش الحجامه التشريط، فبعملها بزيت الزيتون او زيت النعناع. يعني الناس بطريقه معينه في سن معين كبار السن. كبار السن براعي ان هم ما يتحملوهاش او يتحملوها بس بفترات. ليها اضرار يعني؟ لا، ممكن يجي له غثيان، ممكن يبقى مرهق منها شويه، ممكن السن ما يتحملش. فممكن لو هو يعني عنده القدره بعد 65 او 70 سنه يعملها، بتكون على فترات. يعني كل 3 ايام اعمل له جلسه، كل يومين اعمل له جلسه تبع ظروفه الصحيه. تمام. في ناس ممكن يكون ربنا يديها العمر 80 سنه نفسي اعمل حجامه، فبينفع معهم الحجامه المتزحلقه. هل حدث مع حضرتك قبل كده اي مشاكل او بعد ما عملتي موضوع الحجامه، او بمعنى اصح نقدر نقول هل في تجهيزات معينه بتجهزي بيها المريض قبل ما يبتدي، وتعليمات بعد ما ينتهي من الحجامه بحيث تتلافي اي اثار جانبيه ممكن تحصل له؟ بالظبط. ازاي بتبقي مطمنه عشان انت تبقي مطمنه ان الموضوع ماشي تمام ما حصلش اي مشاكل؟ ايه اللي ممكن بيتعمل؟ اولا التعليمات، اي مريض بقول له بعد الحجامه مباشره عايزه يومين راحه او ثلاثه. ممارسه الرياضه بعد الحجامه ما تنفعش. اكل اللحوم والمنتجات الالبان لمده 24 ساعه. ده بعد الحجامه. قبلها بقى بتعيدي قبلها بطريقه معينه؟ قبلها طبعا عدم تناول الطعام لمده 3 ساعات. دي حاجه. يكون مهيئ نفسيا وحابب الحجامه، ما يكونش مضغوط. حب الحجامه طبعا من النوع اللي يعني بيخلي المريض اصلا مقبل عليها، ويعرف ان ربنا هو الشافي واحنا مجرد طبعًا سبب. اكيد الاستحمام طبعا او الاغتسال قبل الحجامه. لازم ما يكونش في اي نوع من انواع الالتهابات في الجلد او في الكلام ده كله. لا، لو في نوع من انواع الالتهابات او حروق او الحاجات دي ما فيش حجامه. بتبعدي عن الموضوع ده الا المرضى اللي هم القدم السكري، بيكون الحجامه فوق القدم او تحت القدم الى ان ايه يعني الورم ده يخف. هو القدم السكري هم عادة بيبقوا عندهم مش حاسين بالألم خالص، لأن لا السكر بيقلل الإحساس في بالألم. ناس ممكن توصل يعني لقطع المفصل، بس بفضل الله بمجرد ما بيعمل حجامة، بس حجامة معينة وتكون لحد متخصص. تمام. لغاية معنا اتصال تليفوني. اتفضلي. أستاذة عفاف. ألو. أي سلام عليكم. عليكم السلام، إزي حضرتك؟ ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. اتفضلي. ما فيش حلو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ايوه السلام عليكم. سامعين حضرتك؟ اتفضلي. سامعينك، اتفضلي.
هو انا والله حابه ان انا اشارك مع الدكتوره تحيه، لاني كان ليا تجربه معاها والله، وانا اقسم بالله بتكلم صدقا، انه هي كان عندي نزيف قبل كده، عملت عمليتين في خلال 6 شهور، ولما ربنا اكرمني بامر الله وعرفت الدكتوره تحيه والله العظيم ان انا اتعالجت فعلا، وقبل كده ما كنتش بؤمن بالحجامه، ففعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ان هي بتشفي 99 مرض، والدليل على كده ان مايكل فيليكس اللي هو اكبر سباح في العالم بيعملها قبل كل بطوله. فهي بسم الله ما شاء الله، يعني دكتورة تحية يعني هي بسم الله ما شاء الله، يعني أستاذة وعن شهادة، يعني أنا أشهد لها بذلك. شكرا جدا. شكرا. طيب دي يعني شهادة من المرضى كلهم. مريضة والله عندي، بس هي ما شاء الله ما كانتش الأول، كانت بتخاف جدا من الحجامة، فالحمد لله يعني بدأت دلوقتي عايزة تعملها كل ما. طب عاوزين نعرف في وقت معين الحجامة، يعني أول الشهر آخر الشهر، أو في شهور معينة أصلا نعملها فيها ولا عادي؟ والله من ضمن الأسئلة الكتيرة اللي قد تكون إحنا ده سؤال برضو جانا على الصفحة، يعني كتير جدا بيسألني الأسئلة دي. أولا الحجامة الوقائية، الوقائية اللي هو الإنسان اللي لما يجي يقولك عايز أعمل حجامة علشان عندي خمول، عندي مثلا كسل في الجسم، أعصابي تعبانة، بتتعمل بعد منتصف الشهر العربي كسنة، عايز اخد عليها اجر كسنة. اما لو انسان مريض عنده صداع مش هيتحمل الصداع يقعد شهر ولا 15 يوم. يعني هي كنوع من انواع الحجامة السنة، ولكن هي ليس لها دليل علمي. الحجامة الوقائية، الحجامة الوقائية اللي هي بتتعمل كسنة بعد منتصف الشهر العربي. اما الحجامة العلاجية فأي وقت، وعندنا دليل على كده من السنة. ايه دليلنا من السنة؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، يعني كان ايام الحج احتجم صلى الله عليه وسلم لشقيقه كانت به، الم في الراس كان بالرسول صلى الله عليه وسلم فاحتجم، وايام الاحرام ليست من الحجامه، يعني ايام الاحرام ما ينفعش فيها الحجامه، فاحتجم صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على ان الحجامه وقت حدوث المرض يحتجم الانسان. طب احنا معانا اسئله من على الصفحه، الناس بتسالها دايما بنقص الشعر في الوقت ده في الاحرام بقى دي في اوقات معينه في الشهر العربي ده بيساعد. هي السؤال ده على طول عندي، قد يكون يعني مريض ممكن يبقى دي ليها علاقه بدي. لا هي ملهاش علاقه، هي بصي واحد مريض عرق النساء، يعني واحده مريضه ممكن تجي لي بتصرخ، فعرق النساء ده هتستني بقى شهور العرق، صداع، جيوب انفيه، الحاجات دي مش مكفاش يعني. طيب في ناس كاتبه لنا اسئله على الصفحه. مريم اتفضل. يعني في حد بيسال الاماكن في اماكن معينه للجسم للعلاج الحجامه؟ طبعا احنا قلنا على حسب يعني المريض ده. بس في كاسين ده لجميع الامراض ايا كانت، كاسين دول اللي هم هنا في نقره القفا فوق بعض، بينهم وبين بعض 2 سم، دول بتعملوا لاي مرض في الجسم. لاي مرض لازم تبداي بيهم، كمان مش لازم تبداي يعني، بس هو ما بيخلوش عن اي مرض. تمام. طيب في اماكن تاني؟ الاماكن الباقي بقى على حسب حسب واحد مريض صداع غير اللي عنده خشونه، واحد مريض غضروف غير اللي عنده عرق نسا، واحد دوالي غير اللي عنده الام في المفاصل. طب في حد بيشتكي ان هو عنده صداع نصفي؟ اكيد طبعا. فليه ليها علاج برضه؟ الصداع النصفي علاج، الجيوب الانفيه بسبب الصداع، شبكيه العين، ضعف النظر، كل ده ليه حجامه. طب حد برضه بيسال هو عنده ارتفاع في ضغط الدم ووجع في القدمين فدول ليهم علاقه ببعض وليهم علاج؟ والله قلت حضرتك ايه؟ ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع الضغط غير علاج القدم. ايه؟ ده غير ده، ده حاجه ودي حاجه ما لهمش علاقه ببعض. بس هو لو حب يعمل الاثنين، بس الاثنين ليهم يعني اللي هو نعرف عليهم، بس ما يكونش في كبر في السن، يتعملوا الفقرتين مع بعض، لان كل حجامه ليها حاجه، يعني ممكن يكون كل واحده فيهم ليها 7 كاسات او 8 كاسات، يعني اللي هو كل حاجه فيهم ليها جلسه. بالظبط. بس هو لو عنده القدره، او مثلا ما بلغش ال 40 سنه او 35 سنه وعنده القدره انه ما فيش مثلا الضغط بيوطى، بيتعمل له الحجامه. عايز يفرق كل مره واحده مفيش مشكله.
طيب في نهاية حلقتنا أنا بشكر ضيفتنا جدا وتشرفت بحضرتك، وربنا يعني إن شاء الله يوفقك إن أنت تعالجي ناس كتير، وبشكر زميلتي ندى. انتظرونا في حلقة قادمة من برنامج جوه البيت، وكل حاجة وليها حلها.